هذا نموذج عما يريد المرشح أمين رزق تحقيقه في منطقته في حال فوزه في الانتخابات النيابية. بمبادرة فردية قام رزق بتأهيل هذا الشارع الحيوي المعروف بشارع المطاعم أو شارع جورج عزيز ليصبح جزءا من القرية النموذجية التي يريدها رزق في منطقته. ابن جزين وهو محامي وخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية والتجارية والعقارية يسعى لتوظيف خبرته كمتخصص في الوساطة العامة والوساطة السياسية. ساهم منذ عام 2002 في تنفيذ وإنجاز عدة مشاريع إنمائية بيئية ورياضية وتجميلية من بارك وملاعب رياضية وتجميل الساحات والشوارع في بلدته جزين بالتعاون مع جمعية جورج وجولييت عزيز. إن التنمية اليوم يجب أن تكون اقتصادية واجتماعية وسياسية وتربوية. ويدرك رزق وهو ابن بيت سياسي عريق أهمية الحفاظ على علاقة التوأم المتوازنة مع صيدا عاصمة الجنوب المتكامل، والتي بحسب تعبيره تمثل نموذجا حيا للوحدة الوطنية الأصيلة الجغرافية والأهلية التي قام عليها الكيان اللبناني. من هنا جاء قرار ترشحه على لائحة التكامل والكرامة. صامدين للدفاع عن الهوية اللبنانية الجامعة. أما شعار حملته فهي دون قيد وشرط، الإنماء دون قيد وشرط، الخدمات دون قيد وشرط، الحياة الكريمة دون قيد وشرط، فرص العمل دون قيد وشرط. فهل سيتمكن رزق من تحقيق برنامجه الانتخابي؟ وكيف سيقنع ناخبي دائرة الجنوب الأولى بالتصويت له؟